السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيد. اليوم الحصة تاعنا سمعوا عمكم هشام اللي يدافع على بالماضي، يعني قدامكم سمعوا في الخفاء، يعني باغي يدور عليه، راه باغي يدور عليه. انتم جماعة تاع عمكم هشام تاع اللي كان يقولكم انا مع بالماضي، انا من انا على قلت لكم بلي هادو يكذبوا. وشوف هذا التسجيل، سمعوا من بعد ندير لكم التسجيل كومبلي، غادي اليوم تسمعوا التسجيل كومبلي، سمعوا شو معنا ومن بعد ندير لكم التسجيل كومبلي. عمكم هشام هذا راسك مدرب، علاش جابوك مدرب باش تلقى الحلول ولا لا؟ لا المدرب علاش يجيبو هكذاك؟ ما يسحقوش مدرب. المدرب انا اللي ما يلقاليش الحلول، ما تما ما راكش مدرب. مدرب الناس يجيبوا مدرب باش يلقى الحلول، هذه هي انا، هذه هي اللي معرفها اخو. ايوا ندافعوا عليك ندافعوا عليك ندافعوا عليك ندافعوا عليك، بصح اسمح لي اخو كي تخرا فيها بزاف اخو، جاي انا تنتقد لي تطفى اخو. ايوا ندافعوا عليك ندافعوا عليك ندافعوا عليك ندافعوا عليك، بصح اسمح لي اخو كي تخرا فيها بزاف اخو، جاي انا تنتقد لي في الحكم. زعما الحكم هو اللي اثر على المباراه ولا عرضيه الميدان اثرت على المباراه؟ خلينا من الخرطه. اي والله العظيم ضبط تونس نفس الاداء، عرضيه روعه والحاكم كان نورمال، نفس الاداء سوا سوا، ما كان لا حلول لا والو. بوركوا على راك تخمم باش الدور على المدرب تاعك؟ علاه حنا كي نخرجوا نحضر، انا واحد من الناس نخرج نحضر ونقول باللي مباراه ما عجبتنيش، مدرب ما صابش حلول، بصح ماشي تخرج تقول لهم راهم ضد بالماضي وخط احمر وخط من وخط من. انا قلتها لكم يا شعب الجزائر، هادو ناس ما بيهم لا مدرب لا جزائر لا والو، بيه الشعب، حوسوا فيكم الشعب، هذا مكان، هذه هي خدمتهم. انا نقول لكم ونعاود لكم، جيش تلعبش، تلعب بنتايا تا تلعب تا تلعب تلعب، بغيت تلعب ديسو كابيتان. كاين اللي بزاف قالك او التسجيلات او كمل يا ودي. اسمع 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 باش تبرا من ذاك التايشي اللي راه فيك. ماشي الناس كيما قال كيما قال احمد خونا ذاك فوت كافي هذاك هذاك قال لكم بلي يا ودي احنا كي نقولوا الهيصر ماشي كاع الناس، لا من حقك تروح تسمع تسمع من تسمع من تسمع من يا الناس اللي يجوا يبداو يعايروا فيك. انت تجيب له انت تجيب له في جديد وبالادله بالادله بلي هذا منافق، جيب له بلي هذا انسان منافق. عندي تسجيل قال لهم يا ودي ما توشوش اللعابه ما نكسروش اللعابه، خاطش علاه اللعابه في تعود يقعد يخدم بيهم، لعابه في تعود تسمع كيما راه بيدير يدير فيه تاع محرز باغي يعاود الله يولي مانشستر سيتي، تاع غوارديولا راه يهدر بيدير فيه مخت اخر ثاني تاع محرز غوارديولا. كان محرز كان بكري غوارديولا يكره محرز، كان يقول لكم غوارديولا يكره محرز، ضرب بيدير لكم بيبني علاقه حب بينك بغوارديولا ومحرز ثاني، بيدير لكم فيلم تاع غوارديولا يبغي محرز عامين ولا ثلاثه، هو محرز غوارديولا يكره محرز ومحرز عنصري ومحرز قلت لك محرز غوارديولا عنصري غوارديولا من ضروب بيبني علاقه حب بين غوارديولا ومحرز باش يمشيكم. هذا مكان قالوا لونترينير يروح لا بيروح على روحه، حنا قالوا ما نهرسوش اللعابه خاطر على اللعابه يخدموا بيهم تاع شاهد كونترول شاهد منا ارواح نعطيكم حقائق ارواح شوف التيره ارواح علاه. وتمشي قلت انا يا مع محرز مع مع بالماضي، هذه الناس هذه الناس اللي يقولون لي فانيك مشي، هو هذه راني مقلد له الصوت تاعو. انا هو بسام، انا هو بسام، تعرفوا بسام اللي قلد الاصوات؟ انا هو. هانتوما ما على بالكمش، زيدوا خربوا زيدوا، كاين اي كاين، راني كل خطره نخرج لكم، كاين 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 بزاف صوالح، كاين بزاف صوالح، خاطر كاين يخرجوا واحد الناس يقول لك هاك لا هذه راه هادرها جيب لي انا نتحداكم، انا نتحدى ذوك الهيشر تاعه جيبونا
حطوا في الفيسبوك باللي السحرة هدرهم، حطوا. قول لا قول لا قول لا، اسمع تسمع، هيا سمعوا تشوف كومبلي، يا سمعوا كومبلي ضرب. ويا خويا انا عايم، انا قلقني كي سمعت في المؤتمر الصحفي. مع من؟ قال له خويا الناعم. انا ذا الناعم والله ما فهمت، ما راحوا تهموه خرجوا تصويرته وخرجوا، ما فهمت والله العظيم. هذا الناعم هذا ما فهمت، راحوا خرجوا تصويرته وتهموه ديرك عليه والله ما فهمت عليه. عطيتونا اسم جديد والله. اسمعوا شو معنا، اسمعوا اسمعوا. بيكون صراحة يحكي على الاربيت ويحكي. ويا خويا انا عايم، انا قلقني كي سمعته في المؤتمر الصحفي. بيكون صراحة يحكي على الاربيت ويحكي على ارضية الملعب. ارضية الملعب ما كانت كارثية، اسمح لي اخو، كانت شوية صفرة بصح ماشي كارثية. لا ما فيهاش الحفار يمشي محفرة كما قصة شفالها تشاكر ضد بوركينا فاسو، كان محفر كاع. بصح الأرضية تاع النبا ما كانت محفرة، كان شوية الحشيش صفر. راني معاك ماشي 100%، ولكن ماشي أرضية زعما لعبنا في أرضية كاريتية أكثر من هكذا. وكنا نماركي، وهاي قال لهم كي تكون تولوز مليحة يكون الحلول، يكون اللعب شباب. هاي يا أخي كانت تولوز مليحة يا أخي مع تونس يا اخي، لعبنا فيها النابة. لا لا كانت روعه صح ولا لا؟ لا يخرجنا زيرو زيرو، نفس الاداء كيما تاع اليوم سوا سوا يا اخي. انتقدوه بزاف هذاك الماتش تاع تونس، نفس المباراه تاع تونس هي نفسها تاع اليوم، اداء نفس الشيء. والحاكم علاه انا ماركيت نحالك بيت. كانت عندنا بيناتي وما عطاهالناش، عطى للخصم بيناتي غير حقيقية. ما كانش كان يصفر لي كفر، وهذا ما كان يعني ما ضركش. انت ماركش تي ما ماركيتش، ماركش تماركي. قال نورمال من حقك نورمال. انا كي نسمع قال باللي المباراة اليوم ما كانتش مهمة بالنسبة لينا، كنا نجربوا في اللاعبين كذا يعني، ما يهمش اسكن نربحوا ولا لا. لا انا كنت عندي فيزيون برك، حبيت نجرب واحد اللاعبين قدام منا. راني معاك بصح باش تجي تحصل لي في الحاكم وتحصل لي في العرضيه دوك انت تشكي بزاف. سمح لي اخو، تضل تشكي تما المباراه اللي تخسرها ولا اللي ديرني تشكي. نو في الحاكم وتحصل لي في العرضيه دوك انت تشكي بزاف. سمح لي اخو، تضل تشكي تما المباراه اللي تخسرها ولا اللي ديرني تشكي. نو 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 اسمح لي اخو، سمعت الحكم اليوم ما ضرناش. كرا صح كان يصفر بزاف بصح ما ضركش، ما ضركش. ماشي اللي تجي تهضر عليه في باريسون في المؤتمر الصحفي وترمي عليه السبه. الارضيه ما كانتش كارثيه اخو، انت ما راكش تلقى الحلول، ما راكش تماركي. ما لقيتها ضد تونس، ما لقيتها اليوم. ليكيب اللي تغلق لك تقعد حاصل معاها، تقعد غير الاجنحه روتري اجنحه روتري اجنحه روتري، ما كانش حلول خو. بدل طريقة لعب مع لا 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 ما على باليش انا عندي المنتخبات هذه اللي راهي تغلق عليك. بدل طريقة لعب، دبر راسك مدرب. علاش جابوك مدرب؟ باش تلقى الحلول ولا لا؟ لا المدرب علاش يجيبو هكذاك؟ ما يسحقوش مدرب. المدرب انا اللي ما يلقاليش الحلول، ما تما ما راكش مدرب. مدرب الناس يجيبو مدرب باش يلقى الحلول. هذه هي انا، هذه هي اللي معرفها اخو. ايوا نرعى الموبا، ما راكش مدرب. مدرب الناس يجيبوا مدرب باش يلقى الحلول. هذه هي انا، هذه هي اللي معرفها اخو. ايوا ندافعوا عليك ندافعوا عليك ندافعوا عليك ندافعوا عليك، بصح اسمح لي اخو كي تخرا فيها بزاف خو. جاي انا تنتقد لي في الحاكم، زعما الحاكم هو اللي اثر على المباراة ولا عرضية الميدان اثرت على المباراة؟ ايه خلينا من خرطي والله العظيم. ضد تونس نفس الاداء، عرضية روعة، والحاكم كان نورمال نفس الاداء سوا سوا، كان لا حلول لا والو. سمعتوا عمكم هشام اللي يخرج يقول لكم خط احمر، يتهمكم انتوما باللي خط احمر، بصح يروح يضرب بيديا واحده اخرى. باش تسمع اخويا، راني مازال كاين عمو هشام كاين، كيفاش تعاير كاين.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.